أقرأ في الكتب وأسمع كثيرا من المشايخ أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحدين مهما كبرت وكثرت معاصيهم فإنهم لا يخلدون في النار، فكيف نفسر هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ هل معنى هذا أن قاتل النفس يكفر، أم أن هذه الآية منسوخة أو غير ذلك؟ نرجو من فضيلتكم توجيهنا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما ذكرته عن أهل السنة والجماعة من أن الموحد أنه لا يكفر بالمعاصي التي دون الشرك ولا يخلد في النار، فهذا صحيح، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يكفر بالمعاصي ولو كانت من الكبائر التي دون الشرك، وإنما يكون فاسقا ناقص الإيمان ومعرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب في النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ويدخل الجنة بتوحيده وإسلامه وعقيدته. وأما الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فلا تدل على كفر القاتل، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسمى القاتل والمقتول أخوين يعني في الإسلام، وهذا يدل على أن القاتل لا يكفر وأنه أخ في الإسلام. وقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من أخيه يعني القتيل، فسماه أخا للقاتل، فدل على عدم كفر القاتل والحمد لله، والقتل حمدا عدوانا كغيره من كبائر الذنوب تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ذلك لمن يشاء، وهذا يدخل فيه القتل، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم.